في السيارة أنا موجود، في السمكة أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ سين. نعم حرف السين. مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا؟ نعم أحسنتم، إنه حرف السين. تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من الأشياء التي يوجد بها حرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها ساعة. كلمة ساعة تبدأ بحرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها سيارة. كلمة سيارة تبدأ بحرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنه أناناس. كلمة أناناس يوجد بها حرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنه عسل. كلمة عسل يوجد بها حرف السين. أين يختبئ حرف السين؟ هيا يا أصدقائي، أين هو حرف السين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو حرف السين. انظروا يا أصدقائي، هذا هو حرف السين. لقد اختبأ حرف السين. في أي صندوق يوجد حرف السين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، يوجد السين في هذا الصندوق. أين مكان حرف السين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو مكان حرف السين. أنا سيد الروضة. في السيارة أنا موجود، في السمكة أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ سين. نعم حرف السين. هيا يا أصدقائي لنكتب معا حرف السين. نكتب حرف السين هكذا. أحسنتم. هيا لنكتب حرف السين مرة أخرى. رائع، لقد تعلمنا كيف نكتب حرف السين. أحسنتم، أنتم أشقياء حقا. ما هي الكلمة التي بها حرف السين يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف السين؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، شمس. سين شمس، سين شمس. ما هي الكلمة التي بها حرف السين يا أصدقائي؟
هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف السين؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. سيارة، سين سيارة، سين سيارة. ما هي الكلمة التي بها حرف السين يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف السين؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. جسر، سين جسر، سين جسر. ما هي الكلمة التي بها حرف السين يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف السين؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. ساعة، سين ساعة، سين ساعة. كلمة أخرى. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب. هيا لنقرأ هذه الكلمة يا أصدقائي. سا أ ع ه، سا أ ع ه. ساعة، ساعة. هل عرفتم ما هذه الكلمة يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها كلمة ساعة. هيا نتولى لصحة الأفضل. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، العقل السليم في الجسم السليم. هيا نتدرب مع دبدوب وأصدقائه لكي نحافظ على صحة أجسامنا وقوتها. هل أنتم مستعدون لكي نبدأ التمارين؟ 3 2 1، هيا بنا. حسنا، قفوا في مكانكم وافعلوا مثل دبدوب. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. سحبت الجوهرة. علينا أن نجمع كمية كافية من الطاقة حتى نحصل على الجوهرة. هل أنتم مستعدون لكي نحصل عليها؟ حسناً، هيا بنا. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. أحسنتم، عداد الطاقة يرتفع بسرعة أكبر. أنتم أبطال أقوياء، لقد اقتربنا من الحصول على الجوهرة.
أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. لا تنسوا الاستمرار في التمرين وجمع الجواهر الأخرى، ولا تنسوا مشاهدة الحلقات الأخرى. أنا نشيط وسأجمع الكثير من الجواهر، أنا وأصدقائي الأطفال. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك، نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا، نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة.